VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من جي اف اكس اكاديمي دوت نت، ولسه في الليفل الاكسترا، وحبيت اشرح شوية حاجات كده زيادة، غير اني نسيت اشرح الكومبوننت. الكومبوننت دي حاجة مهمة جدا، وهي اللي بتديك فعالية فعلا في الابليكيشن بتاعك او في الويب سايت بتاعك. عموما انت، انا يعني دلوقتي سي اس 6 نزل، فانا حبيت اشتغل عليه عشان بمهد اللي انا انزل الكورسات على السي اس 6 او فري ليسنز. يعني هنشتغل على الاكشن سكريبت 3، مفيش اختلاف خالص في اي حاجه. وخلينا بقى نشوف الكومبوننتس دي فين. هنخش على قائمه ويندو، وبعدين هتبص تلاقي كومبوننتس تحت كنترول اف 7، او لو تشتغل على ابل ماكنتوش هتلاقي كوماند اف 7. يبقى هنا عندي كنترول اف 7، بيظهر لك حاجة زي كده فيها ثلاث حاجات: الفيليكس واليوزر انترفيس والفيديو. طبعا معظم الشغل هيبقى هنا على اليوزر انترفيس. الفيليكس ده لو انت بتشتغل على برنامج في اسمه فيليكس، ده حلو قوي قوي في الويبات، بيديك حاجات جامدة قوي، وفي الابليكيشنز لو انت شغال عليه دايما لازم تنزل الكومبوننت هنا اهو كده، وبعدين بتبدا تربطه بالملف الاساسي في الفيليكس. خلاص سيبك من دي، ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا الاثنين دول، اليوزر انترفيس. تعال نشوف الموضوع ده، لان الموضوع ده فعلا قوي جدا وجميل جدا. هنا عندك بوتون، عندك شيك بوكس، عندك كلر بيكر، عندك كومبو بوكس، عندك. طيب تعال نخش على اول واحده، البوتون. طبعا البوتون يعني ايه؟ يعني زرار. الزرار ده عن طريقه بتبدا تضغط عليه عشان يعمل لك حاجه معينه. لو انت عملت تيست الموفي بكوماند اف، بكوماند انتر او كنترول انتر، هتبص تلاقي عادي جدا اهو، بتروح عليه بيبقى فيه راوند بوردر كده، او او برواز حوالين البوتون بيبقى جراي شويه، ولما تروح عليه يبقى ازرق. لو ضغطت ضغط عليه بيزرق بالشكل ده. تمام. طب احنا خدنا قبل كده في الكلاسات بتاعت او حالات البوتون، ومش هنتكلم فيها تاني، ده مش موضوعنا دلوقتي او سبق اتكلمنا فيه. تعالى بقى نشوف البوتون ده ممكن نعمل فيه ايه، ونتحكم فيه ازاي من هنا ومن داخل اكشن سكريبت. ودي حاجه شويه الادفانسد شويه. ده بيقول لك انيبل، enable ده متعلم عليها، و visible متعلم عليها. لو احنا شلنا ال enable ده، هبص لايه عمل حاجة زي كده، شايف هنا؟ طب لو شلنا ال enable واحنا جايين كده، هتبص تلاقي لو انت عندك قايمة تمام، وعايز توري الناس ان العرض ده انتهى تمام، او الصفحة دي كانت موجودة واتشالت، او ايا كان، بتعمل الحتة دي تمام، بس عشان بس فقط انت توري اليوزر اللي شغال حاجه معينه في دماغك. طب لو انت عملت فيزابل، هتبص لي البوتون اختفى خالص. ودي برضو طريقه لما هكون مستعجلين في الشغل شويه، بروح جاي عاملها وخلاص تمام، اروح جاي عاملها وبكمل شغل عادي، بحيث ان اخفي الحته دي على طول بدل ما اشيل واحطه بتاع الكلام ده. طيب خلينا بقى نشوف انفيزد. ايه الفيز دي؟ لو جيت عملت كده بتبص تلاقي في حوالين الزرار تقريبا من بره اترسم لك بوردر اهو، اترسم لك بوردر حوالين الزرار من بره تمام. دي برضو حاجه حاطينها لك عشان انت لو حبيت تستخدمها. الليبل ده اسم، الاسم اللي او الكلام اللي هيتكتب جوه هنا، فهكتب مثلا جي اف اكس اكاديمي دوت نت وانتر، فعلى طول بيتكتب لك هنا. لو عملت تيست الموفي بيكتب لك هنا على طول جي اف اكس اكاديمي دوت نت. طبعا الواضح ان ده زرار بيودي على ويب خلاص، او على صفحه، دوس عليه بتبتدي تربطه بالاكشن سكريبت وتستخدمه زي ما انت عايز. الليبل بليسمنت دي لما يكون في ايكون جوه البوتون،
لما يكون في ايكون جوه البوتون. طب ازاي الايكون دي؟ هقول لك على حاجه دلوقتي. انا عايز دلوقتي مثلا هعمل دايره كده، ماشي؟ الدايره دي هخليها مثلا بالجري، لا خلينا بالجري اللي هو سوليد، تمام؟ وهحولها بالاف 8 لمين؟ لموف كليب. طبعا دي مش هتكون موجوده عندك، خلاص هي تكون كده. هسمي دي اوفال، او هسمي دي ايكون. جميل. هاجي بقى هنا على الادفانست، تمام، وهخليها من نوع الموف كليب، وهاجي هقول هنا بقى ايه، اكسبورت فور اكشن سكريبت. طبعا اوتوماتيك على طول بيقول لك اكسبورت ان فريم 1. طبعا الكلاس بتاعها اسمه ايه؟ ايكون. هسيبه زي ما هو. ده بعمل ايه بقى بالحركه دي؟ بعمل بربط الايكون دي او الموفي كليب اللي اسمه ايكون ده بالاكشن سكريبت، عشان انا مش عايزه على الاستيج، وعايز استدعيه على طول من المكتبه. بستدعيه على طول من المكتبه ازاي؟ خلينا نقول اوكي، هيتظهر لك رساله اقول له اوكي. بص هشيل دي خالص. لو جيت على المكتبه هنا هتبص تلاقي ايه، احنا مش عايزين اللي هو الفليكس ده. اي حاجه خد بالك سبق ليك استخدامها هتبص تلاقيها جوه، تمام؟ ده البوتونز، ده الايكون. هتبص تلاقي الايكون هنا بيقول لك ايه، بص، اي اس لينكج، اي اس لينك يعني اكشن سكريبت لينكج، يعني دي متاكتفه مع الاكشن سكريبت. طبعا ده الاخ ده برضه متاكتف مع الاكشن سكريبت كده. دلوقتي لو دخلت على الاكشن سكريبت واستدعيت الايكون دي، هتبص تلاقي مين ممكن يحطها لك جوه هنا بقى، تمام؟ طب تعال نحطها ازاي؟ تعال نشوف الموضوع. لير جديده وهسميها، وخلينا هنا نقول ده البوتونز بتاعتنا او الاوبجكتس بتاعتنا، وخلينا هنا على كومبوننت نحفظ بس الملف بتاعنا، وهنا ونجيب من ويندو بالاكشنز او اف 9 او من هنا على طول. وخلينا نكتب بقى شوية اكشن كده اقول لك ازاي بس دي، لان دي انا عايز اوريها لك ايه هي الرايت والليبل والحاجات دي كلها. خلينا نكتب الانستنس نيم، خلاص. يبقى هنكتب هنا جي اف اكس اكاديمي اندرسكور بي تي ال، انتر. انا دخلت له هنا اكشن سكريبت. طالما في حاجه اسمها اكشن سكريبت لازم يكون في حاجة اسمها انستنس نيم على طول، طالما هتتعامل مع اكشن سكريبت او هتستدعي او هتنادي على الاوبجكت بتاعك من الاكشن سكريبت لازم تسميه انستنس نيم. ده الانستنس نيم انا دلوقتي بقول له، ببدأ انادي عليه، خلاص، بسميه كول. لو انت لما تيجي تقرا وتبحث سميه مثلا كول اوبجكتس او كول اي حاجة بينادي عليه. دوت ست ستايل مثلا. سيت الستايل ده امر بيقول لك الستايل بتاعك ايه. ده بقى مين؟ الليبل بارامترز او بليسمنت اللي هو فين. يقول لك كده، وبعدين تروح جاي قافل، خلاص، تروح جاي هنا. والله انا من نوع الايكون، خلاص. وبعدين بديه اسم الكلاس بتاعه اللي هو كان اوفال تقريبا. لو جيت كده في خطأ، انا نسيت حاجة. اتأكد، خلينا نتأكد من ال ده ايكون وانا مسميها ايكون. نسمي اسم تاني عشان ما البرنامج الظهر كلمة ايكون دي متعارضة معاه، فنقول له روبرتس، نقول له مثلا اوفال. ونخلي دي بالاوفال.
جميل. طيب ها دلوقتي وليبل بليسمنت ده لازم عشان اعرف اكتفه لك وتعرف تشوف النتيجه بتاعته، لازم شويه اكشن سكريبت. هنشتغل على البوتون ده وهنعمل لير جديده ونسميها اس 3، وبعدين هنخش جواها ونكتب حاجه بسيطه قوي. خلينا في الاكشنز، مش عارف ليه مش ظاهره اهي. تمام، تعالى نحط انستنس نيم للاوبجكت ده وهنسميه جي اف اكس اكاديمي اندرسكور بي تي ان. تعالى هنا ونقول له هات لي بقى الاكشنز بتاعك، انا مش عارف ليه الاكشن بيعلق. طيب جاي عشان برنامج التسجيل اللي انا مسجل بيه، هنقول له يا جي اف اكس اكاديمي اندرسكور بي تي ان، هنقول له سيت ستايل. الستايل بتاعك هيكون من نوع من جوه من ايكون، ماشي. هنحط لك ايقونه اسمها مين، اسمها اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، اسمها مثلا اوفال، اسمها اوفال. مفيش حاجه اسمها اوفال هنا عندنا، خلاص. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايقونه. سيب لي بس، كنت بجرب قبل التسجيل. عايز اجيب اوفال مثلا كده، هرسم اوفال عاديه جدا خلاص، واحولها لموفي كليب. الموفي كليب ده اسمه مثلا اوفال، او اسمه اي حاجه، اسمه اي حاجه، اسمه ايكون خلاص. واروح جاي هنا فاتح الادفانست، واروح جاي قايل له مين، اكسبورت فور اكشن سكريبت، واخلي دي اوفال لان انا كاتب جوه مين اوفال. انا بستدعي كلاس اسم الكلاس ده خلاص. انا كده بعمل ايه؟ بعمل موفي كليب وبربطه بالاكشن سكريبت عشان استدعيه ده مباشره من داخل المكتبه بتاعتي. اوكي، انا عايز امسحه من هنا خالص، وانا هشتغل بقى من جوه من المكتبه بتاعتي. يمكن في دروس للاصوات، وفي دروس لازاي تعمل اللينكج بين الاوبجكتس والاكشن سكريبت 3 او 2، هي كلها بنفس الطريقه كده، بتعمل اكسبورت از او اكسبورت فور اكشن سكريبت 3. دلوقتي انا عملت لينكج بين الاكشن سكريبت والاوبجكت ده، جميل. هخش جوه بقى وانادي على الاوبجكت ده بمين، بالكلاس ده، باسم الكلاس ده خلاص. يبقى بخش كده واقول له انا عملت لك ايه، استدعاء باسم الكلاس. لو انا جيت كده يبقى في غلطة. نشوف الغلطة هنا، المفروض دي هنا الايكون دي بين قوسين، وبعدين اسم الكلاس كده بالشكل ده. دايما اي سترينج، اي كتابه بتاخد اللون ده، اي كتابه من نوع السترينج بتاخد اللون ده. جميل، يبقى انا كده بص شايف هنا الايكون دي مش موجوده اصلا الا في المكتبه، يبقى انا دخلتها هنا بالشكل ده. انا عايز بس ايه، كبر ده شويه ونخليه حاجه زي كده. هنا بقى تظهر لك مين الرايت والحاجات دي. هنا انا قايل له ايه، خلي الكتابه الليبل، بقول له خلي الكتابه على يمين الايكون زي ما انا قايل له كده، او الليبل على يمين الايكون اللي انا هدخله ده. او انا قلت ليفت وجيت عدت التست، هبص الاقي اتنقل لي ليفت. يبقى هنا انت عرفتك ازاي تعمل الايقونه وازاي تدرجها داخل البي تي ان بتاعك. طبعا ده هيبقى فوق الايقونه اهو، وده هيبقى تحت الايقونه بالشكل ده، جميل. هنخليه يمين الايقونه، جميل. خلينا بقى نشوف حاجه تانية. خد بالك انا عايز اوريك حاجه جامده قوي وتكنيك يعني يمكن ادفانسد شويه. لو انا جيت اشوف انا كاتب ايه في الليبل، بص jfxacademy.net خلاص، انا هعملها هخليها زي ما هي كده، واخش على الاكشن سكريبت واقول له خد لي ده. انا هعمل ايه، هعمل امر تاني. الزرار ده بقول له دوت ليبل،
دوت ليبل، يعني الليبل بتاعه هيكون مين؟ هيكون الكلمة اللي أنا هقول لك عليها دي، هقول له مثلا سايت 1. يعني خد بالك أنا حاطط اتنين ليبل كده، بقى حاططه الليبل من بره وليبل من داخل الاكشن سكريبت. بس هنا بقول لك دايما دايما الاكشن سكريبت اقوى. لو انا جيت كده طب ليه اختار لي السايت 1 الكلمه اللي انا مدخلها جوه؟ عشان دايما الاكشن سكريبت طبعا هي الاقوى. دايما لما بحط اي كود اكشن سكريبت بيبقى هيكون هو الاقوى من اللي بره، خلاص بيحل محل اللي بره في الاوامر. تمام، حتى لو انا كاتب كده، انا ممكن ابقى كاتب هنا مثلا بوتون 1. ليه انا؟ ليه انا داخل شغلي ابقى فاهم؟ انما انا كاتب له في الاكشن سكريبت حاجه تانية خالص. هكتب له بقى، هكتب له جي اف اكس اكاديمي دوت نت او اللي انت عايزه تكتبه له من جوه عشان يبدا يظهر معاك. ب هو فين؟ عشان يبدأ يظهر معاك بالطريقة دي. طيب تعال نشوف بقى، برضو بالاكشن سكريبت الاوامر التانية دي. خلينا نشوف جوه هنا من هنا، وخلينا نشوف برضو من الاكشن سكريبت ازاي نعملها. لو انا جيت قلت سيلكتد، ماشي، لو انا قلت كده سيلكتد شاورت عليها وجيت عملت بالشكل ده، هتبص تلاقي ان سيلكتد دي يعني زي ما تقول، يعني انا شايف كده ان البوتن بتاعي شويه متظلل. يعني شويه متظلل او الايفكت بتاعه مش باين قوي. عندك التوجل، التوجل ده لما بضغط عليها كده، لما باجي بضغط عليها الضغطه ببص تلاقي لونه بقى جوه، حتى لو انت بعدت كده لونه بقى جوه شويه جراي راديال كده بالشكل ده. لو جيت ضغطت عليه ضغطه بيفتح تاني كنوع من اللي انت بس ايه تعرف اليوزر اللي انت ضغطت هنا قبل كده. تمام، طبعا كل ده اندر كنترول. فين الاكشن سكريبت؟ تعال نشوف، تعال نشوف موضوع الجوجل ده هنا. تعال ننزل عليه الكود، ماشي. يمكن انا ما كنتش شرحتش اكشن سكريبت قوي في الكورس ده، ما كانش ينفع اديك اكشن سكريبت في الكورس ده لان هتبقى الموضوع هيفي قوي عليك. انا خلينا بس ايه نستفيد شويه، طالما الموضوع تطلب فاحنا نعمله. قلت توجل دبل جي بيساوي، هنقول ترو. اوكي كده، ترو سبيلنج غلط، ترو ما تزرق كده يبقى اوكي. تمام، يبقى هنا هضاف لي عليها التوجل حتى لو انا مش معلم عليه من بره، حتى لو انا قايل له ما اتعلمش عليه من بره يبقى هو نزله لي داخل الاكشن سكريبت. طبعا فيزابل نفس الحكايه، انفيزد نفس الحكايه. خلينا نشوف انفيزد. انفيزد مش عارف بقى السبيلنج هيكون، نشوف كلمة انفيزد انفيزد بتساوي، هنقول ترو برضه نفس الحكاية. هتبص تلاقي نزل لك حاجة بالشكل ده، جميل. وخد عندك بقى يعني زي ما انت عايز تعمل اللي انت عايزه في كل بوتون، وممكن كمان تعمل بوتون من مفيش، يعني هنا ما يكونش في بوتون اصلا وتعمله من جوه الاكشن سكريبت عن طريق الفارز او المتغيرات. بس انا مش عايز يعني
اعمق او اكتر من كده عشان الموضوع ما يبقاش رخم. خلينا برضو نتكلم في الموضوع ده في دروس فري او كده، فتابع معايا ان شاء الله في حاجات جديدة جاية في الفترة الجاية. ده بالنسبة للبطن. تعال بقى نشوف الكومبوننتس. خلينا نحطها هي فين، خلينا نحطها كده تحت.